ده بكره خلاص دي الاوامر صعب يبقى لازم نبلغ. اتفضل افتح يا ابني. الميعاد اتحدد تسليم بكره. مفيش حاجه اخيره عايز تطلبها؟ في ركز في اللي هقولهولك عشان هتنفذه بالحرف. بتقول ايه؟ هو اللي قالك كده؟ طيب ما تعملش اي حاجه لحد ما اقولك. ايوه بهاء، اجمع لي كل الضباط اللي عندك دلوقتي حالا في اوضه الاجتماعات. زي ما انتوا عارفين الارهابي سليم فواز خد حكم بالاعدام من سنه. الحكم ده المفروض هيتنفذ بكره الصبح، لكن من شويه وصلت لنا رساله بان في عمليه اغتيال هتتم بكره وان هو عنده معلومات كافيه عنها، لكن هو مش هيتكلم الا قدام المقدم حمزه. مش المقدم حمزه ده اللي قبض عليه سعادتك؟ مظبوط، لكن المقدم حمزه واخد اجازه مفتوحه بعد الحادثه. المهم ممكن كلام سليم ده يكون كلام فارغ بيشتري بيه وقت عشان نأجل تنفيذ الحكم، لكن برضه ممكن يبقى فيه احتمال انه يبقى كلام بجد. والحكم بكره الساعه 10 الصبح، ده معناه ان احنا قدامنا 9 ساعات، يعني مفيش اي وقت. رائد بهاء. تمام يا فندم. انت اللي هتكون مسؤول عن الموضوع ده، عايزك تجيب لي حمزه باي طريقه ودلوقتي. اوامر سيادتك. الو، ايوه عليا. طيب طيب 5 دقايق اكون عندك بالظبط. الحمد لله على السلامه. مش شغلي تروح له عند اخته، تروح له عند صاحبه. اتصرف يا بهاء، المهم تجيلي بيه دلوقتي حالا. اتفضل. ايوه وحيد، كلم السجن وقول لهم ما ينفذوش حكم الاعدام الا بامر شخصي مني انا. ايوه
وحشني البيت قوي. وانت كمان والله يا حمزه وحشتني. عايزين نقعد بقى النهارده نتكلم لحد الصبح. لا لا الصبح ايه؟ لا لا هشيله انا عم ادخله اوضه النوم. ايوه بسم الله. هقعد معاكوا 10 دقايق كده وبعدين ارجع لك بالليل. لا بالليل ايه؟ احنا هنفطر مع بعض. اوعى تمشي. هو في اكل في الثلاجه؟ هتنزل تجيب فطار من تحت. اوعى تمشي يا حمزه، انت اصلا وحشني وعايزه اتكلم معاك يا ابني. ما تمشيش. قوم يا رأف. حمزه في حد فتح قريب انزل اجيب منه اي سندوتشات؟ انا هتصرف. انا خليك انت لسه جاي من السفر. ربنا يخليك يا حمزه. حمزه بيه عايزينك. محامي كلمني تنفيذ الحكم النهارده. حاولت اكلمك ما بترديش. هتعملي ايه لو هتروحي؟ حاجي معاكي، مش هسيبك تروحي لوحدك. هو بابا هيروح يستلم الجثة. أنا مش عارفة أقولك إيه. ربنا يصبرك يا بنتي. بكرة تنسي. رايحة فين؟ غادة، غادة، لا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل. أخيرا أقدم حمزة صلاح، لأن كتير قوي ما تقابلناش يا حمزة. الحمد لله على السلامة، إزيك؟ الحمد لله تمام يا فندم. تفضل. تفضل يا بهاء. تفضلوا. ايه يا حمزه؟ بهاء قالك ولا لسه؟ الحقيقه هو قال يا فندم، بس انا لسه مش فاهم قوي. ازاي سليم بلغ عن عمليه اغتيال جديده؟ هو مش لسه في السجن؟ ايوه في السجن. والنهارده كان تنفيذ الحكم عليه. بس حسب كلامه في عمليه اغتيال كبيره هتحصل. سليم مش بتاع تهديدات يا فندم. لو لا تحصل يبقى اكيد هتحصل. عشان كده لازم نعرف مين وامتى، ومحدش هيجاوبنا على السؤالين دول الا انت يا حمزه. انا يا فندم؟ سليم رافض يتكلم مع اي حد الا انت. روح له يا حمزه، اعرف منه كل حاجه.